أكدت الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي، أكدت أن الوصول إلى رقم 1,000,000 فحص مختبري لفيروس كورونا يأتي نتاجا لجهود متواصلة من قبل الطواقم الطبية والمتطوعين في مملكة البحرين. هذه إنجاز كبير أن احنا وصلنا إلى هذا العدد اللي هو 1,000,000 فحص مختبري للكوفيد، وطبعا هذه بجهود كبيرة بفضل الله طبعا في البداية، وبفضل الجهود الوطنية الجبارة صراحة للفريق البحرين وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظ الله. وطبعا هذه طبعا كلها يصب في يعني حفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. طبعا احنا نقوم بالعديد من الفحوصات، في فحوصات العشوائية وهاي طبعا تقوم بها حملات من وزارة الصحة على جميع مناطق البحرين، وكذلك في الفحوصات اللي بشكل يومي تقوم فيها اللي هي في أرض المعارض في مركز الفحص، وكذلك في فحص المركبات. وطبعا هذه كل هذه الفحوصات من أجل طبعا صحة وسلامة الناس، ومن أجل أن احنا نحصل على الحالات بشكل مبكر ونكتشفها، وفي نفس الوقت نقي الناس من أنهم يتخالطون معها، فبذلك أن احنا نحقق الوقاية. تقريبا نفحص 10,000 يعني في حدود 10,000 في اليوم يوميا. وهذه طبعا اعداد عوده وتحتاج الى جهود كبيره. احنا الحين لحد الحين هذه هو خطتنا بنواصل عليها على اساس نشوف بالنسبه حق هذه الاعداد اللي احنا نسويها كم النسبه منها اللي تطلع اللي هي الموجبه المصابه، وهاي يعطيك يعني تقدير ان انت هل العدد قاعد يزيد الموجبه ولا يعني ثابت على مثلا نسبة معينة أو يقل. فإذا أنت ثبتتي شوي فترة عدد الفحوصات بتعرفين شلون بالضبط مثل ما يقول المنحنى الاتجاه اللي هو المرض، هل هو في تزايد، هل هو ثابت أو ينقص.